سرطان الثدي سيتون مالادي مولتي فاكتوريال يعني كاين بزاف ديال العوامل كتدخل منها لاج منها آه سيدة وش كتاخد كي الحمل او لا يعني وش عندها عامل وراثي او لا وش عندها في العائله ديالها او لا لا واش مجوجه ما يعني وش والده ما والدهش رضعات او لا ما هادو بزاف الاسئله كنسولوهم السيده ال ال واش مازال كيجيها العاده الشهريه او لا مشات ليها دونك ملي كنسولو هاد الكيستيونير كامل سواء تنعمرو انا في هاد لو او لا تيعمروه لي اللي معانا إل هما سون فورمي لي في اللي معنا ال سون فورمي باش انهم يسولوا كاع هاد لي كيستيونير بحال هكا وكيعمروا انا جو ليكزامين دونك ميتا ندير انا داك ليكزامين ديالي تنشوف السيده وكنقلب ليها لا سان ديالها من خلال هذاك ليكزام كنقرر كان ليكزامين نورمال وكانت مازال اون جون نقدر ما نطلب ليها حتى شي حاجه و جو لا غاسور كنطمنها نقول ليها راه ما عندك حتى شي حاجه ولكن راكي غتبقاي تجي وتراقبي بحالك بحال اي وحده عاديه اي مره عاديه وسوا غتبقى تجي عندنا على حسب لاج ديالها الا كانت لاج ديالها صغير راه نقدروا نبقاو تنوعي تنوعيوها كيفاش دير هي تقلب راسها او لا الحاله اللي غادي نلقى فعلا كاينه واحد الولسيسون ونقدر حتى انا نجعل نشك بانها بانها راه تقدر ما تكونش من نوع المزيان غادي نطلب ليها لي زيكسبلوراسيون لي اللي عندنا عندنا لا ماموغرافي الإيكوغرافي ليكوغرافي كتكمل الماموغرافي ابري ليكزامان كلينيك يعني ابري داك ليكزامان ديالي مهم الماموغرافي باش نيت بصح نيت يبان لينا داك لو نوديل هذيك فين كاينه في لو سان واش كاينه غير هذيك كل وحدين اخرين صغيورين كاع ما انا في ليكزامين كلينيك ديالي دونك ديك الساعات كتوجه للسيده الاختصاصيه تكنيسيان دو راديولوجي كدير لها لاماموغرافي من بعد كتوجه عند الطبيبه الاختصاصيه ديال لا باش كتقرا لها داك لو كليشي دو ماموغرافي وكتكمل ليها سكون ابيل لو كومبليمون ايكوغرافي كتكمل ليها بليكوغرافي تدير ليها ليكوغرافي وكتقول ليا انايا كتعطيني ان كونطون دي واحد التقرير هذاك التقرير كتجيبو ليا السيده كنشوف ديك الساعات على حساب هذاك لو نوديل كيفاش اي لايتي كلاسي يعني كيفاش الخاصيات ديال ديك الولسيسه والشاكين فيها او من نوع الحامد إذا كانت من نوع الحميد كنطمئن السيده وتنقول لها الحمد لله راجك عندك غير من نوع الحميد إذا كان الحجم ديالها صغير راه غادي نبقاو بالمراقبه إذا كان كيس لا شوز كنبقاو غير كل وحده ولو ديلي كاين اللي غندير لها لو كونترول على 6 موا كاين اللي غندير لها انو كاين لو دوزون كاين لوتر كان الحاله الثانيه لوتر كاد فيغور هي ان الولسيسه كما انا شكيت فيها شكت فيها حتى الطبيبه الاختصاصيه ديال الراديولوجي وكلاساتها لينا باغي 4 او لا 5 هاد مي كيقولوا لينا لي راديولو 4 او لا 5 غير خصنا سكون ابيل اون بروف هيستولوجيك سا فو غير خصنا التشريح هو اللي تيعطي التاكيد 100% انا عندي في هاد المرحله هو فين عندي الخدمه علاش لانني خصني نهي هي المريضه نفسانيا بان راه كل شيء ممكن ممكن تكون نتيجه خايبه او غيكون سرطان وممكن على حسب حتى انا لو دوغري ديال الشك ديالي فين عندي الا كان عندي شك كبير كنفضل انا في هذه المرحله نهيئ المريضه باش هذيك الولسيسة خصها يدير لها التشريح صافي هي شي حاجه عمليه بسيطه جدا بحال تنديروا واحد البريليفمون ديال التحليله ديال, 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 ديال الدم كنهزو شويه الدم كنهزو شويش من ديك الولسيسة دونك هذيك التشريح تيمشي دي للمختبر ديال التشريح وهنا فين عندنا التاكيد واش ولسيسه مزيانه او لو ولسيسه خايبه الا كانت ولسيسه خايبه كتجيب لي السيده النتيجه ولو ريزولتا ديال انا بات وخصني نقول ليها بان دام عندك سرطان ونعطيها الامل بان راه لو فيت انها جات بكري وان الولسيسه مثلا الحجم ديالها فهذا هذا راه عندك بزاف د الحظوظ ماشي غير بزاف كاين حظوظ كبيره انك تشافي ولي مره بحال اي مره في هذا المجتمع من خلال هذه المناسبه ما ننساش باش نحط العيالات العيات بان فغيمو ديوها في صحتكم وقلبوا راسكم واللي عندها 40 عام فوق باسكو حنا عندنا في المغرب أنا أنا عندنا اون بارتيكولاريتي هو ان عندنا لو كونسير دو سان ولا كيجي لي فام جون كيقولوا <applause> لها سيري سنتر دو ريفيرونس باش ديري اون ماموغرافي كتجي اصلا مخلوعه دونك انا الدور ديالي الاول هو دابيزي ديك لا مالاد نستقبلها وانا سوغيونت نهضر معاها حيت لا بلوبار تيقولوا راه لا ماموغرافي كدير صافي مال كتحرق ايفومي ما نديروهاش وعلاش غنجبدو علينا صداع وعلاش هذا الوغ لا مني كتجي كنستقبلها وكنطلع لها الثقه في راسها وكنتقربو من بعضياتنا باش كترتاح ليا وباش او ميم طون هذاك ليكزام كيكون تري فاسيل بالنسبه لهذا كنديرو كان دو كليشي دو فاس اي دو كليشي دو بروفيل اي او ميم طون كنبقى نهضر معاها في او مومون ديال ليكزامان <سؤال> <سؤال> باش لا فام كتراسيغا فهمتي كتقول فوالا انا مزيان حتى لي دولور مكي ما كاينينش فهمتي حيت ديجا اصلا تنقول لها الا حسيتي بشي حاجه قولي لي دونك تتقول لي سافا تو تي بيان جو برون لي كليشي الحمد لله تنقول لها فوالا تو تي باسي بيان تيبقى لها دابا باش تدوز لمرحله اخرى هي كتمشي لعند الطبيبه الراديولوج ميسان راديولوج باش كدير لها ليكوغرافي حنايا كنديرو دي كومبان ريغولييرمون في العام كامل كيكونوا خمسه ولا سته ديال لي كومبان كنمشيو تقريبا بحال كان كنقربوا للمواطن الخدمات بحال دابا درناها في عين عتيق درناها في الصباح درناها في تامسنا يعني كيكون عندنا ان بروغرام او كور دلاني وهذوك لي فام تنقولوا لهم دابا نتوما درتو هذا العام اللي اللي عندها كلشي مزيان الحمد لله تنقولوا لها ابري دو زون غترجعي لعندنا السونتر دو ريفيرونس حيت كنقيدوهم كندخلوا تندخلوا داك لو نيميرو ديالهم باش كيبقاو كنعطيو كناخذوا لي ريفيرونس ديالهم

وحده بحال دابا الناس سته لكم لي كومبان تلقاو جوج ولا وحده وهذه كتسهل المأموريه تاع العيالات يعني كنفهموا لهم بان المراه ضروري خصها دير الكشف المبكر حيت هذاك الكشف غادي يعاونها بزاف بان غيطمئنها وغطمئن على الصحه ديالها اوليو باش تبقى هازه عندي كورا غاني خايفه غتطمئن غتقول فوالا غاني درت الكشف الحمد لله ما عندي حتى شي حاجه هي نتبع التعاليم ديال لي بالإضافة إلى المهام الرسمية اللي عندنا هنا في المركز اللي هي الرصد المبكر عن سرطان عنق الرحم والثدي نقوم أيضا بتكوين مستمر لصالح جميع الأطباء والممرضين اللي كيتواجدوا في المندوبية ديال سمارة اللي كيتراوح العدد ديالهم حتى ل طبيب أو ممرضة وكيجيو لعنا في هذا المركز بصفه مستمره للاستفاده من الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والثدي هاد الممرضين وهاد الاطباء اللي تكونوا في هذا المجال وهما اللي كيقوموا بالكشف المبكر في المركز الصحي اللي هما كيزولوا فيه المهنه ديالهم بالنسبه لجميع السيدات اللي كيتواجدوا في ذاك المركز هذا التكوين المستمر كيكون دائما بصفه دوريه كل شهر او شهرين كيجيو عندنا واحد العدد من هاد الاطباء والممرضين اللي من هذا من هاد التكوين هذا الكشف المبكر عنده اهميه كبيره لانه كتقدر الى اقتضى الحال وكانت السيده عندها المرض كان في واحد المرحله اوليه يعني المرحلة الأولية يكون سهل فيها العلاج لا في التكلفة المادية ولا حتى في طريقة العلاج يعني مثلا ما كيكونش واحد العلاج جراحة كبيرة كتكون جراحة بسيطة أو واحد ال... واحد العلاج الكيماوي كيكون بسيط ديروا لايك وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاتمة.